ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 671 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 717 حالة. بلدية الكويت تطلب من ديوان الخدمة المدنية 400 موظف كويتي بجميع التخصصات بعد قرارات إنهاء خدمات بعض الموظفين الوافدين. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق تطبيق وافي لحجز المواعيد للمراجعين. النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يعتمد كشف الأسماء الذي رفعته النيابة العامة، وتضمن 8 كويتيات مرشحات للنقل إلى القضاء خلال العام الجاري. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.35 دولار ليبلغ 35.12 دولار وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.